الجمل نورك ولا الجمرة ترى جولي عليك أسأل والطيب يجيب تكرار. هلا والله بحبايبنا نورتوا ليالينا ترى من بعدكم ما حال على الدنيا يسلينا. الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله من أشهر الفنانين الخليجيين اللي تميز بحس المرهف الرومانسي واختياره للكلمات المميزة والألحان الخالدة مثل رهيب، كيف أسيبك، طيب القلب. قدم العديد عبد المجيد من خلال مشوار الغنائي مجموعة كبيرة من الألبومات الناجحة اللي احتوت على العديد من الأغاني، واستطاع من خلالها الصعود على سلم النجومية والمحافظة على قمته إلى الآن. يا تصر قلبي ويا ما يريد. أدري والله أدري إن الكل متعطش بهاللحظة لسماع صوته وإنه يشوفه على هذا المسرح مثل ما أنا بتقديمي له بهاللحظة ارتويت لأني أمس كنت عطشانة. بس إن قلت عن صوته ما وفيت، وإن قلت عن أغاني ما كفيت ولا اكتفيت. بس بقول عن سحرة في إحساسه، وهم هذا مو كل اللي بغيت، لأن إحساسه فريد ورومانسيته تمشي بالوريد. وإن قالوا أمير ما رضيت وقلت من يزيد، ولي قالوا عبد المجيد لقيت القلب دقاته تزيد. نستقبل الليلة فاتحين قلوبنا قبل كفوفنا، وتقرب طلته عيوننا ملك وتاج رومانسيته وإحساسه. ويحلمون يحلمون اللي فيك يفكرون ياخذونك انت مني، والله لو يتجننون ياخذوا بقلبك مكاني او ينسونك حناني. اقل لهم هذه اماني ولا هم ما يقدرون.